من كان لا يصلي العام الماضي آن لك أن تدرك معنى الحياة، وآن لك أن تدرك معنى الدنيا، ولتبدأ عاما جديدا بالصلاة بالاصطلاح مع الله. واعلم واعلم أنك لن تجد لا أحن ولا ألطف ولا أرحم عليك من الله. قال إبليس: يا رب وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسامهم. وقال الله: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني.